بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. حلقتنا النهاردة عن الشمس، معكم العالم الصغير. لقد تم تشكيل الشمس من 4.5 مليار سنة، وعمرها الافتراضي يصل إلى 10 مليار سنة، وتشكلت من سديم وباقي هذا السديم كون المجموعة الشمسية. تتكون الشمس من 73% من الهيدروجين، و25% من الهيليوم، وكميات ضئيلة من الحديد والكربون والأكسجين. تدمج الشمس الهيدروجين مع بعضه حتى يصبح هيليوم، وهذه العملية تمدنا بالحرارة والضوء. وتصنف الشمس على أنها نجم أساسي من تصنيف G2V، وتسمى أيضا بالقزم الأصفر، ومساحتها تصل إلى 695 ألف كيلومتر، أو 109 أضعاف مساحة الأرض. أما عن قطرها فيصل إلى 1,400,000 كيلومتر. وكتلة الشمس تصل إلى 330 ألف ضعف كتلة الأرض، وهي هائلة الضخامة، حيث تشكل 99.86% من كتلة النظام الشمسي. أما عن حرارة الشمس فتصل إلى 5500 درجة مئوية على السطح، أما على اللب فتصل إلى 15 مليون درجة مئوية. تبعد الشمس عن الأرض بحوالي 146 إلى 150 مليون كيلومتر على حسب قرب الأرض من الشمس. هل تعلم عندما تكون الأرض في أقرب نقطة من الشمس تكون في فصل الشتاء، وعندما تكون الأرض في أبعد نقطة من الشمس تكون في فصل الصيف؟ ظاهرة أخرى تسمى بكسوف الشمس. كسوف الشمس يحدث عندما تقع الشمس خلف القمر والأرض، والقمر يحجب ضوء الشمس، لكن هناك بعض الأساطير أن القمر يذهب إلى الشمس، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية. من الناحية العلمية أن القمر يدور حول الأرض وهما يدوران حول الشمس، وأما من الناحية الدينية بسم الله الرحمن الرحيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ثم سوف نتكلم عن المنطقة الإشعاعية للشمس، وهي عندما تستغرق الطاقة الناتجة عن النواة 170 ألف عام لتنتقل عبر هذه المنطقة. وأما عن التوهجات الشمسية فهي انفجارات على سطح الشمس، والتي تحدث عندما يتم إطلاق كمية كبيرة من الطاقة المتراكمة. قد قام أحد العلماء يسمى كوبرنيكوس بنشر كتاب عن الثورات في الأجرام السماوية، الذي يناقش أن الشمس وليس الأرض هي مركز الكون. ويعتقد العلماء أن الشمس ستتحول إلى عملاق أحمر وتبتلع كواكب الثلاث الأوائل، وهم الأرض وعطارد والزهرة. وبعد ذلك في مرحلة عمرية من مراحل الشمس ستتحول إلى قزم أبيض، وهذه نهاية نجمنا، وهذا سيحدث بعد 5.5 مليار سنة. في النهاية بداية لحلقات أخرى. إلى اللقاء، كان معكم العالم الصغير من قناة دردشة علمية.